السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن ساعة ابل. طبعا ما راح اسوي مراجعة عنها، مراجعة سويتها وخلصتها. اللي بيشوف المراجعة يخش في القناة يشوف المراجعة، سويتها قبل تقريبا شهرين. اليوم راح اتكلم لكم عن الشريحة الالكترونية اللي موجودة في ساعة ابل. بما ان الدول العربية تقريبا الحين بدأت تدعم الاسم اللي موجود في الايفون، تقريبا وصلنا للخطوة الاخيرة انهم يدعمون الشريحة الالكترونية في الساعة. ما راح اتكلم عن الشريحة الالكترونية في الايفون، هي اتوقع اغلبكم يعرف الموجودة الحين في الايفون 10S والتنس ماكس والتنار، اللي تقدر تشغل الشريحة بدون ما تحط شريحة الفيزيكال، تكون شريحة داخلية. أبل دعمت هذه من قبل سنة في الساعة أبل السيريس 3 والسيريس 4. طبعا اشتغلت في دول عربية، الآن في الإمارات الساعة اللي ما تدعم الشريحة لازم يكون الجوال في نطاق البلوتوث مع الساعة عشان يجيك إشعارات، لكن اللي فيها شريحة يكون نفس شريحتك اللي في الآيفون. بعد ما تسوي سيت اب في الجوال للساعة خلاص ينتقل رقمك هنا. فإذا جوالك مثلا طافي ما في باتري، او ان تارك جوالك يشحن وطالع برا، مثلا بتروح تشغله خمس دقائق او شيء، بتطلع بالسياره او بتروح النادي او بتروح تطلع تجري، ما يحتاج تاخذ جوالك معاك، تقدر تخلي جوالك في البيت يشحن وتطلع. الشريحه راح تكون موجوده في الساعه هنا، بس نفس اللي بالجوال موجوده بالباقه حقتك الانترنت وكل شيء. تقدر مثلا تسمع الميوزك وتفتح برنامج بالانترنت، تقدر تتكلم فيها فيس تايم، طبعا فيس تايم صوت بس، او مكالمات عاديه، كانها موجوده شريحه فعليه داخل الساعه. لكن بالاصل هي شريحه الكترونيه، هي نفس رقمك اللي في الجوال متدبل مره ثانيه في الساعه حقتك. الحين راح اتكلم معاك في طريقه تفعيلها، فخلونا نبدا. طبعا الساعه هذه اللي بشريحه مش موجوده رسميا في السعوديه، تقدر تشترونها من متاجر الكترونيه او من الامارات او من هذا الحساب في الانستغرام. طبعا كيف تعرف من الشكل الخارجي للساعه المدعومه بالشريحه؟ في الاصدار الجديد اللي هو سيريس 4 راح يكون معاكم مثل ما تشوفون الزيج الاحمر اللي برا، اما في السيريس 3 كلها راح تكون هنا اللون الاحمر اللي ما تشوفون في الصوره هنا. فهذا الفرق بس بشريحه وبدون شريحه. اللي بدون شريحه راح تكون بدون اي شيء يعني على لون القطعه. وبرضو اللي بشريحه لو تفتحها ترفع فوق راح تشوف هنا ابراج، وهنا يعلمك انها هي الحين شابكه على الجوال مثل ما تشوفون بالاخضر هنا رسمه الجوال، والبلوتوث شغال. لو اطفي البلوتوث من نفس الجوال من الاحيان شابكه على الوايرلس نفس المكان عندي، راح يكون شابك على الوايرلس. خلينا نجرب نطفي الجوال كامل ونشوف. طفي الجوال مثل الحين مثل ما تشوفون شابك على الوايرلس عندي، طلع علي نطاق الوايرلس. فالحين لو يجيني نوتيفيكيشن او شيء راح يجيني بما انه شابكه على الوايرلس. اذا طفي الجوال الحين مثل ما تشوفون على الوايرلس، اقدر مثلا اطفي الوايرلس. هذا هنا الشريحه بما انه طفى الحين، عارف ان الساعه الحين وخرت عن نطاق الجوال، او الجوال طافي مثلا باتري طافي او اي شيء، راح تشتغل عندي هنا الشريحه مثل ما تشوفون الحين. هذه الشريحه اشتغلت عندي، اقدر الحين اكلم ادق على اي شخص وجوالي برضو طافي كذا. هذه الميزة اللي تقدر تستخدم الساعة فيها بدون ما يكون عندك جوال. وبرضو الانترنت لو انك مشترك في خدمة ابل ميوزيك تقدر تسمع لك الموسيقى اللي عندك او اي شيء بالايربودز. طبعا ما فيه سبيكر، ما يطلع لك سبيكر الصوت هنا، يكون حاط السماعة ابل او اي سماعة بلوتوث وتسمع فيها الميوزيك، او انك تطلع برا وتشتري مثلا البطاقه حقتك بالابل باي كذا. هذه ميزه الشريحه الالكترونيه. طبعا اذا كنت تبي تفعل الشريحه الالكترونيه لازم مثل ما قلت لكم المشغل في الدول العربيه الان في التاريخ هذا في 2018 في نوفمبر، الشريحه الالكترونيه ما دعمت الا في الجوال الايفون بس، في دول الخليج ما دعمت في الشريحه. تقريبا راح تندعم بدايه السنه الجديده ان شاء الله. اذا كنت حاب ذا الشيء وبتبي تشتري ساعه ابل، ف انصحك انك تشتري بالشريحه وتنتظر الى ما تندعم. ان شاء الله تندعم في السنه الجايه. وطريقة تفعيلها هي بسيطة، إذا كان عندك المشغل دعمها تخش في نفس برنامج الواتش وتنزل هنا في الشريحة وتفعلها من عندك هنا. بما أني على شبكة AT&T الأمريكية فمتفعلة عندي هنا، تقدر تكنسلها من هنا أو تغير الرقم عندك بكيفك. بس هذه طريقة تفعيل الشريحة في الساعة أبل، وإن شاء الله الفيديو عجبكم. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.